أب ل7000 طفل يسافر إلى أقصى الأرض من أجل أن يمسح دمعة يتيم لا حول له ولا قوة، ويخبره أنه أصبح له والد. فتح الكثير من الجمعيات الخيرية ورعى أطفالا لا عائل لهم، وزرع بصمة إنسانية ستظل شاهدة له. علي الغامدي: وأنت ترى أفعاله تؤمن مع محمود درويش أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. بكثير من الاعتزاز يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ علي الغامدي. أستاذ علي حياك الله معنا في الله يحييك، شكرا لك يا استضافة. حياك الله. يعني كثير من اللي يشوف الأعمال الإنسانية اللي جالس تقدمها يعني خارج المملكة يتساءل عن الدافع الأول لعلي الغامدي اللي جعله يصل إلى مرحلة أنه يأخذ فيها قرض على حسابه الشخصي ويسافر لهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الموضوع ما هو مثل ما متصورين الناس أنه جاء فجأة أو مثلا جاء بترتيب أو بتخطيط، هي عملية متتابعة. أشياء بدأت بحياة خاصة لظروف خاصة معينة. فكنت أفكر دائما الأيتام اللي عندنا في المملكة هنا، طبعا بحكم الدولة ما هي مقصرة معاهم، أيضا الحكومة بالمثلة في الوزارة الشؤون الاجتماعية أو أي وزارة معنية حقيقة ما هم مقصرين في هذا الجانب أبدا نهائيا. ولكن التساؤل يبقى أنه أنا إذا عندي طفل يتيم مثل ما شفنا في دول الأيتام، الطفل اليتيم هذا اللي قبل 20 سنة ليش ما طلع معيد في الجامعة؟ ليش ما طلع مدير مستشفى؟ ليش ما بلاش نقول مراتب عليا كنائب وزير أو وزير أو آخر، لكن نقول خلينا على حد المعقول. ليش ما احتفلت الجمعية الفلانية بأن أحد أبنائها أصبح مثلا مدير عام شركة الفلانية الكبيرة مثلا، أو مدير شركة أو مدير في جامعة أو معيد في جامعة أو طيار أو مهندس أو طبيب إلى آخر، حتى مراتب عليا إذا كان يعني كفاءة. هذا الشيء ما سمعناه نهائيا. طيب، فبالتالي بكون انه انا قريب من الايتام جدا، وكانت كان قربي يعني محليا هنا، فافتقدت للثقافه هذه. كيف التوجه يتحول من تربيه اليتيم كويس الى بناء طفل زي ان كان يتيم او غير يتيم، كيف تبني بناء طفل حقيقي يعني، بحيث انه بعد فتره يعتمد على نفسه ويعتمد على في مجتمع يعتمد عليه، قد يكون نافع للمجتمع ولدينه وللوطن للإسلام لأي كان. المهم أنه يواجه مجتمع بتسلح قوي جدا ألا وهو العلم. طيب، من غير العلم ما راح ينتج أي شيء. فبعد هذه المرحلة وصلنا إلى مرحلة أنه هل الدور الأيتام من صالح الأيتام أو لا؟ في نظري أنا الشخصية أنها ما هي من صالحهم. فبالتالي بديت أسعى اني الغي. خل اوقف عند هالنقطه اذا تسمح لي. كيف انه دور الايتام ما هي من صالح الايتام؟ في افضل، في طرق افضل. في طرق ولا في مؤسسات افضل؟ في لا في طرق افضل، في بدائل. ليش انا ليش الطفل هذا يبقى عندي من عمره من اول ما يتولد الى ما يكون عمره 18 سنه في دار الايتام؟ ليش ما انا ابحث له اسوق له ابحث له انا يمين عن اسر بديله؟ انا يمين عن اسر بديله. مين اللي يبحث له؟ الجهة المسؤولة عن الأيتام اللي هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أنا أتكلم عن نفسي، أنا ألغي الدور الأيتام. إيه؟ أنا عندي 21 دار. إيه؟ قلصتها إلى 11. إيه؟ ليه؟ لأني أمنت عائلات بديلة للأيتام، وهذا مو غلط، هذا أفضل. طيب الحين لحظة، أنت كم عندك دار؟ عندي 21 دار أول. طيب إذا كنت مدار 18 عام. طيب إذا تسمح لي أستاذ علي، إذا أنت كنت مؤمن بعدم جدوى دور الأيتام، ليش سويت 21 دار؟ لا، هذه الفكرة الأولى. طيب، في البداية. أي، لكن توجهت لأنه الأفضل لليتيم أنه يكون عند أسرة بديلة، يكون عنده أم بديلة، أب بديل، أخوات، أقارب بدلاء، هذول اللي يعطونه دافع قوي جدا وتشوف أنها أنفع له. أكيد، واهتمام أسري جدا، بحيث أنه يبدأ من نشأته وهو صغير لما يكبر وهو في جو أسري في جو مجتمع. لكن في الدار أتكلم عن الدور اللي عندي. الدار، الدور اللي عندك وين؟ في كينيا وفي في أوغندا وفي في تشاد. إيه، ليش توجهت إلى أفريقيا؟ إيش معنى أفريقيا بالتحديد؟ أولا أفريقيا أرض تعاني من الجهل والاستغلال، وأيضا الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية، كل هذه محتاجة يعني محتاجين إلى من يمد لهم يد العون. وحقيقة الأمر يعني رد على سؤالك في البداية، أنا كنت متأثر جدا بالشيخ الدكتور عبد الرحمن صميط الله يرحمه. الله يرحمه. والتقيت فيه وتأثرت في أعماله جدا، لأنه أعماله هادفة وجليلة.
أعماله إنسانية وتنفع الإسلام والمسلمين. جميل. طيب هل معلومة أنك تأخذ قرض وتسافر من أجل أنك ترعى أيتام معلومة حقيقية؟ شوف، البداية كانت معلومة حقيقية فعلا. أنا كنت موظف قطاع خاص، أي، وعندي راتب شهري وراتب جيد بحيث أنه يتيح لي أخذ قرض وأسدد من غير ما يأثر علي. أي، فاستخدمت القرض الأول وخصصت منه جزء. كم كان قيمة القرض؟ كان 110 ألف. 110 ألف. طيب، فاستخدمت القرض، جزء منه كبير جدا، أبقيت تقريبا الثلث لي ولعائلتي، وبعدين أخذت القرض هذا وحاولت أني أسوي فيه شيء، إذا نفع فبها، ما نفع فما في شيء خسارة عند الله. وش كان الشيء؟ كان في بالي أني أسوي مدرسة مطورة لتعليم اللغة العربية. أنا أحب أنشئ اللغة العربية، أحب أنشئ اللغة العربية، لغتنا إحنا، لغة طيب، الإسلام والمسلمين، لغة أهل الجنة. فبدأت في كينيا في نشر اللغة العربية، فاستمرينا فيها والحمد لله بفضل الله عز وجل، ولقينا لها صدى كبير جدا. بعد كذا طبعا توجهنا على دول السودان، على تشاد، على النيجر، على بانجي. تمنيت صراحة أني أخذ كل القروض وأحطها في بانجي في الدولة هذه. لحظة، لما تقول كل القروض هذا يعني أنك أخذت قروض ثانية؟ أخذت خمسة قروض. خمسة قروض؟ نعم، على مدى 18 سنة خمسة قروض. آخر قرض كان برمضان اللي فات. كم قيمة القروض كلها إجماليها؟ كل قرض ما يتعدى 110-115. وكلها تجيرها للأعمال الخيرية اللي خارج المملكة؟ نعم، كلها مجيرة أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد المدرسة اللغة العربية اللي في كينيا، إيش كانت المشروعات الأخرى؟ كانت كل مسجد أو دار أيتام أني أوضع فيها فصول لغة عربية، تحفيظ الكتاب والسنة، بالإضافة إلى يكون فيها نوع من المسابقات، بدل ما تكون مسابقات مثلا حديث وقرآن فقط، لا، يكون فيه مسابقات للغة العربية للخط العربي. المنضمين لهذه المدارس كلهم من دور الأيتام ولا إجمالا؟ لا، في البداية كانت كلها أيتام. أي، لكن إذا وضعت في منطقة، في قرية مثلا، لا مانع من أولاد القرية أنهم يجوا يتعلمون فيها، يستفيدوا، لأن الهدف نحن ننشر اللغة. كم مشروع عندك الآن خارج المملكة؟ مشروع خيري يعني بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة عندي 16. ما شاء الله، على مدار 18 عام. 16 مشروع ما بين 16 مشروع ما بين تعليم، أيه، وما بين صحي، وما بين رعاية. طيب، بالنسبة للسبعة آلاف طفل اللي أنت تتبناهم، هذولا وش فكرتهم؟ أولا خلينا نوضح للناس أنه لا يفكر نحن لو نبغى نجمعهم في الشارع ما راح نوصل 7000، وهذا يمكن كثير جدا من الناس يجهلون هذا الموضوع. لكن العملية تمت كيف؟ تمت أنه في فترة من الفترات الجمعيات عامة في أفريقيا منعت من زاولة النشاط، فأغلقت لها دور أيتام كثيرة، وأغلقت مدارس، وأغلقت بسبب الظروف اللي لا تخفى على الجميع طبعا، كانت ذيك الفترة من 2011-2015. طبعا أعادوا لهم العمل بعد 2015. في هذه الفترة من 2011-2015 أنا أعمل فرد، فكنت أزور هذه الدور وهلقاهم يعني لا حولهم ولا قوة، فكنت أساعدهم فأضمهم، أخذ يعني ألقى في الدور هذه 150، ألقى في هذه 200، في هذه 300. تضمهم لوين؟ تأخذهم لوين؟ أقوم على رعايتهم. وش نقصد برعايتهم؟ تؤمن لهم مثلا؟ أؤمن لهم تعليم في الدرجة الأولى، أعمل إمكانية العلاج إذا توفرت أهلا وسهلا، الكسوة، الغذاء بقدر الإمكانية، ما هو شرط أنها تكون بالناس اللي متصورينها أو بالشيء اللي متوقع، لكن بقدر إمكانياتي أنا فقط. طيب، وصل العدد إلى 7000. وصل العدد إلى 7000. والآن أنت تصرف على تعليم وعلاج وحياة 7000. الآن اختلف الوضع، الآن ركزت على دول معينة اللي في عام 2018-2019، ركزت على دول معينة بحيث أني أحاول أني أنشئ وقف خاص بكل دولة أو دولتين. طيب، والسبعة آلاف وش وضعهم الآن؟ موجودين. ومين يصرف عليهم؟ لكن 7000، احنا نتكلم على 7000 عدد على مدار 18 عام. يعني انت كم سنة تصرف عليهم مثلا؟ لكن اللي من 17 سنة او 11 سنة، ايه، الان طبعا شق طريقه واخذ حياته، استقل. ايه، يعني مثلا انت اللي اعمارهم قريب من 17 و18، خلاص بمجرد ما في فوق ال 20 حتى. ايه،
في فوق العشرين. بس وش الآلية أستاذ علي أنك مثلا تساعده لمدة سنة سنتين ولا؟ لا 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 أساعده لحد ما نوجد له أسرة بديلة. لحد ما يوجد أسرة بديلة، بعد كذا إحنا نتفق مع الأسرة البديلة ونساعدها باللي نقدر عليه، يا إما شهريا يا إما كل شهرين يا إما كل، المهم إنه هذا الطفل يحظى برعاية كاملة وفي نفس الوقت إحنا نقدم لهم مساعدات مقابل. جميل. طيب المساعدات اللي تقدمها بناء على القروض اللي أنت تحصل عليها، هل جربت أنك تستعين بمؤسسات خيرية أو بجهات معينة أو برجال أعمال معينين ممكن أنهم يساعدوا في هذا الموضوع؟ جربت كثير. والنتيجة؟ النتيجة ما يتعاملوا مع فرد، وخاصة إذا كان فرد غير معروف أو ما هم من المشاهير أو ما هم من، ولكن ده أقول لك حاجة أوضح لك إياها، بالإضافة إلى القروض أنا كان عندي مبلغ سنوي يجيني من العمل بيتراوح ما بين 30,000 إلى 40,000. حلو. اللي هو بعبارة عن إيش؟ بدل معين؟ بدلات، نعم. بدلات سنوية، سواء كان البونص السنوي أو كان عمل رمضان والحج، هذا كان يفرق معنا طبعا في رمضان والحج كان يجينا مبالغ يعني فوق 30,000، يعني نجمعهم من 30,000 إلى 40,000. طيب. كانت هذه بالإضافة إلى القروض، وكانت هذه يعني دافع قوي لي أنك تسيرها لهؤلاء. أني أستمر، نعم أستمر، لكن كانت الفكرة أني ما أستمر. أنت تقريبا لا مرتبك ولا بدلاتك ولا قروضك تستفيد منها شيء، يعني أقصد على المستوى الشخصي أو الأسري، ولا كلها تجيرها للعمل. ولا عانيت من شيء. ها؟ ولا عانيت من شيء، الحمد لله. الحمد لله. أنا تقاعدت قبل فترة، يمكن حوالي من 3 شهور تقاعدت. هنا بدأت أحس بالتأثير القرض، لأنه الراتب راح النص. كم تسدد الحين للقروض؟ الحين أسدد القروض 2,200 البنك، وبنك التسليف 1,277. وما زلت مستمر في أعمالك الخيرية؟ وما زلت مستمر، توني جاي يوم الأربعاء اللي فات وراجع إن شاء الله يوم الجمعة. راجع وين؟ على أفريقيا. وين؟ بتحديدا على كينيا وأثيوبيا وأوغندا ورواندا. طيب وش المشروع اللي في ذهنك؟ وش اللي راجع له؟ راجع عندي مدرسة إن شاء الله ابتدائية وثانوية، أرض تبرع فيها المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا للسفارة السعودية في أوغندا، وتم التنسيق ما بيني وبين السفارة أني أنا أبني لهم الأرض هذه كمدرسة خيرية ابتدائية وثانوية. جميل. طيب الحين بناء دور الأيتام في الخارج والمدارس كلها تحتاج إلى إجراءات رسمية، كيف كانت تعدي هالأمور؟ هناك أنا عندي ترخيص. ترخيص لإيش؟ مؤسسة؟ إيه، أعمال خيرية. ممتاز. وفي تسهيلات؟ في تسهيلات جدا، وأيضا لا أذكر بحاجة غير الترخيص والتسهيلات، أولا كل أعمالي مسجلة في السفارة، حتى لو ما طلبوها أنا أسويها ملف وأسلمها للسفارة السعودية في كل بلد. في كل بلد. الدافع اللي عرفته منك إلى الآن أنك اقتديت بعبد الرحمن الصميط الله يرحمه، ولا أبغى طفل يكون غير متعلم. جميل. هذا الدافع الوحيد؟ ما أبغى طفل يكون غير متعلم، لأنه استغلال الأطفال لا يوصف بالكلام يعني. هل يوجد شيء في حياة علي الغامدي قادوا إلى مثل هذا؟ مريت بمعاناة معينة في حياتك؟ أكيد طبعا. وهي؟ لا هي حياة خاصة يعني ما أقدر أقول. قولها لي يا هلا، قول شيء منها اللي ينقال. لا هي ما تنقال. لكن عكس ما الناس متصورين يعني، شوف أنا طبعا عندي عيالي، عائلتي صراحة كنت يعني أفكر كيف أني أنا أربيهم. جميل. أمانة. وكنت عندك أطفال علي الحين؟ الحين عندي الحمد لله، عندي فارس وعندي شهد ومشاعل وجواهر. يشوفون اللي أنت جالس تسويه؟ نعم يشوفون. بينهم وبين الأطفال اللي أنت تبنيهم أي علاقة؟ عيالي أكبر داعم، أكبر داعم. يا سلام. يعني أنا في يوم من الأيام نزلت تغريدة على عبد الشكور، وكان بنتي كبيرة تفاجأت أنها معلقة وكذا تقول هذا أخوي يعني عليه يعني. ليش أشوف كذا في لمعة في عيونك؟ والله شوف أنا أول شيء فخور جدا بعيالي بأمانة، خاصة يعني ولدي فارس فخور فيه جدا يعني. فلما ذكرت تكلمت عن عبد الشكور، عبد الشكور هذا كان أحد الأيتام، كان تقريبا عمره 3 سنوات أول ما أخذته، الآن يدرس في ثاني طب، فعيالي يفتخرون فيه إنه زي أخوهم. ما شاء الله. عندي شانيتا أيضا تحضر ماجستير الآن، أخذتها صغيرة جدا. عندي هارون الآن ما شاء الله طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية. ما شاء الله. هذول كلهم أنت تبنيتهم؟
نعم أخذتهم من هم أيتام، بس ما أخذتهم كانوا أطفال. هارون لا كان عمره تقريبا كان 7 سنوات أو 8 سنوات. أخذتهم من هنا من السعودية ولا؟ لا لا لا, لا في هارون كان في أثيوبيا، وفي شانيتا عبد الشكور في أوغندا. السميط الله يرحمه كان ماخذ الدكتورة زينب، أخذها من المجاعة وعمرها أيام. هذول الثلاثة الآن الآن زينب نائب وزير الصحة في كينيا ما شاء الله. طيب هذول الثلاثة الآن تعيدهم لنا، عبد الشكور وين الآن؟ في أوغندا. إيش يدرس؟ ثانية طب. طيب والثاني من؟ شانيتا. إيه هذه ماجستير. فين؟ في أي دولة؟ في جامعة كاريري. والثالث؟ والثالث هارون ما شاء الله تخرج واشتغل. باقي عندي عيسى الحين شغال عليه إن شاء الله. من أي دولة؟ عيسى في كينيا في دار أيتام فاطمة. جميل. في السعودية هنا عندك أطفال؟ يعني أنت متزوج وعندك عائلة؟ إيه متزوج، وعندي زوجتي الله يخليها، وعندي بناتي وفارس الله يحفظهم لك. بناتك وأولادك الآن على تواصل مع اللي أنت متبنيهم أو على اطلاع على لا على اطلاع على اطلاع؟ أصلا أنا دائما أعرض أشوف عائلتي هم الوحيد اللي يعطيني دافع قوي جدا بأمانة، لذلك أنا أستشيرهم كل شيء، فحيكونون معي طبعا في أول ما تعطل المدارس حينتقلوا معي هناك، حيتابعوا معك الأعمال، حيروحوا معي. طيب الآن بعد التقاعد كيف تؤمن المصاريف المادية لكل هذه المشروعات؟ حاليا المستحقات اللي أخذتها، مستحقات التقاعد. نعم. تصرفها كاملة على هذا الموضوع؟ يشغل عليها. هاي يعني أنا ما أعرف شو أقول، بس بجد بجد يعني هذا شيء كبير كبير جدا، ويمكن السؤال اللي عالق لا شبه في وفي ناس كثيرين. استاذ مفرح، ايش اللي حدنا على القروض؟ هل انت يعني انا مثلا احس مثلا اني انا سعيد اني اخذ قرض؟ طبعا لا، ولكن في هذا الشيء احنا سعيدين بالنتيجه. هذا الخيار اللي كان لقيته امامي، لانه اغلب الناس يقول لك ليش اخذ قروض؟ ربما فيها كذا فيها كذا فيها كذا. طيب اعطيني البديل. انا طرقت ابواب رجال اعمال، طرقت جمعيات الى قبل اسبوعين، واعطوني وعود من غير اي شيء. بمجرد ان انت شخص غير مشهور او شخص مثلا غير معروف يعني اجتماعيا، او ان رجل اعمال كداعم او من المشاهير اللي ممكن يكون لك اضافه. طيب لهم في 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 مؤسسات اغاثيه سعوديه واسلاميه اجمالا تعمل في الخارج، يعني لماذا لا تكون جزء منها؟ مثل او يعني مركز رابطه العالم الاسلامي مثال، مركز الملك سلمان الدولي للاغاثه مثال. انا احترم جدا جدا احترم رابطه العالم الاسلامي وخاصه الامين العام الاسلامي، واحترم امين هيئه التنميه للاغاثه الدكتور عبد العزيز السرحان، جدا اقدرهم واحترمهم، ولكن في نظري واتحمى كلامي هذا قد اكون مصيب او مخطئ، ولكن في نظري على الاقل في الخمس سنوات، بلاش اقول 10 سنوات، في الخمس سنوات الاخيره ما شفت لهم اي نشاط، ما شفت لهم اي نشاط. انا رحت مكاتبهم في السابق لهم مجهود، اي نعم صحيح، ما اقول لك لا، ولهم توايد قد تحكمهم ظروف الله اعلم او امور اخرى الله اعلم، لكن اتكلمك على وضعي انا. ولعلمك انا لصقت معهم ورحت لهم وصلت لهم دخلت لعندهم. اي من هم بالضبط؟ من عام 2016 حددهم لنا رابطة العالم الاسلامي و هي هيئه الاغاثه تتبع لهيئه التنميه. ايه من 2016 الى الان 2019 الى الان ما عرفت اقابل الامين. وانت مستعد انك تعمل معه؟ لا الامين السابق ولا الان حالي. طيب لحظه على الهوى الان، انت مستعد انك تعمل وتتطوع معه؟ نتعاون. نوجه نداءنا للدكتور محمد العيسى. نتعاون نتعاون نعم نتعاون في اي مجال في افريقيا ينفع الاسلام والمسلمين. جميل. ما عندي مشكله مع برامج الرابطه. مع برامج ما عندي مشكله في برامج. والله هذا نداء على الهواء الى رابطه العالم الاسلامي، وانا متاكد ان معالي الدكتور محمد العيسى يعني خير من يتجاوب مع مثل هذا الموضوع. هذا الاستاذ علي الغامدي يعرض خدماته التطوعيه، يعمل معكم اذا كان المجال مفتوح. ليش لا؟ يعني انا اتمنى انهم يردون على هالموضوع، واثق حقيقه لاني احب الاعمال اللي جالسين يقدمونها في كل مكان. استاذ علي، يعني انا لو حاورتك من هنا الى اسبوع ما راح امل منك، وساظل متلذذ بهذه المفاجآت اللي جالسة تقولها لي على مستوى صرفك، على مستوى تجير وقتك ومالك الأعمال الخيرية. ولكني أطلب من كلمة أخيرة تقولها لمن تحب. أولا إن سمحت لي أحب أشكر الدكتور عبد الله القحطاني معالي سفير المملكة، سفير خادم الحرمين الشريفين في أوغندا. هذا الرجل وقف معي جدا استاهل في كل مشاريع الخيرية بأمانة،
دعم معنوي ووقوف قانوني وكل شيء، سخلي المحامي والمستشار والموظفين كل شيء، جزاه الله خير. ثانيا أشكر جميع الأخوة اللي شفتهم في أفريقيا على مستوى فردي وحاول يبذلوا جهود ويوصلوا بأعمالهم، ولكن أنا أقول حان الآن أن يكون لدينا جهة تضم هذول الأفراد ونعمل تحت مظلتها على مستوى العالم، على مستوى العالم. طيب أستاذ علي شكرا جزيلا لك، أسأل الله أن يسدد كل جهودك فيما تقدم وأن نراك دائما يعني سفيرا للإنسانية في كل مكان. أنا فخور جدا بمحاورتك، شكرا جزيلا لك. كان هذا صوت علي الغامدي. يعني جلال الدين الرومي يقول لا تنطفئ فربما كنت سراجا لأحدهم وأنت لا تشعر. فاصل أخير وكمل معكم.